اهلا بيكم مره تانيه، ولسه مستمرين في بث مباشر وجولتنا مع عناوين الصحف العالميه. ومعانا استاذ عزت ابراهيم الكاتب الصحفي بالاهرام. ونروح لمجله التايم الامريكيه اللي نشرت موضوع حددت فيه اربع حقائق مغلوطه عن الشرق الاوسط يجب على الامريكيين مراجعتها. أنا هقولهم باختصار وحضرتك طبعا تقول التفاصيل. أولا، هناك اعتقاد سائد أن العرب لا يشبهون الأمريكيين في شيء، ده معتقد خاطئ في رأي الصحيفة. هناك اعتقاد خاطئ آخر وهو فشل الربيع العربي. المسؤولون الحكوميون لم يعودوا الفاعل الأساسي في التغيير، ده معتقد خاطئ أيضا. وأخيرا، التدخل العسكري لم يعد الحل الأمثل. تفاصيل هذه المعتقدات، وإلى أي مدى حضرتك شايف أنه الجريدة أو المجلة عندها منطق في ذلك؟ هو كاتب المقال هو بوبي جوش، وهو مسؤول الطبعة الدولية لمجلة تايم الأمريكية. يعني هو في منتدى للأفكار في شيكاغو، فكان بيطرح مجموعة من الفرضيات اللي شايف أنه الشرق الأوسط يعني يساء فهمه بسببها في الولايات المتحدة بين الأوساط في المجتمع الأمريكي بشكل عام. هو شايف أنه مسألة أنه العرب لا يشبهون الأمريكيين اعتقاد السائد لفترة طويلة، أنه العرب أو المنطقة العربية شعوبها لا تؤمن بالقيم الحرية والشفافية، لكنه بيقول أنه كل الدراسات والإحصائيات التي موجودة في الفترات الأخيرة بتشير لأنه شعوب المنطقة بتتطلع إلى حرية وتتطلع إلى حكومات شفافة، وليس صحيحا أنهم بيتوقوا إلى الدكتاتورية أو يتطلعوا إلى الدكتاتورية طوال الوقت. الأمر الثاني، مسألة أنه الوقت ما زال مبكرا جدا للحكم على الربيع العربي. لازالت الأمور في بدايتها، أنه القارة مش بالضرورة يتحكم عليه بالفشل نتيجة لتعثر التجارب، لأنه الدول دي عاشت تحت نظام دكتاتوري وقمعي لسنوات طويلة. لازلنا أمام حالة من الجدل الطويل التي سوف تستغرق ربما عقود حتى تستقر المجتمعات ويصبح هناك استتباب لنظم ديمقراطية وإصلاحات حقيقية في هذه المجتمعات. الأمر يحتاج إلى نفس طويل ويحتاج إلى الصبر على ما يحدث الآن. الأمر الثالث، أنه التركيز الأمريكيين كله على أنه المسؤولون أو أن المسؤولين الحكوميين في كل هذه الدول هم الذين يحركوا الأحداث. الكاتب شايف أنه لا، أنه هناك حراك شعبي في معظم هذه الدول، هم الذين يحاولون التغيير، هم يسعون للتغيير حتى بما فيها الموجات التقارب بين الشعوب المنطقة، بين الإيرانيين والإسرائيليين والفلسطينيين، ومحاولات خلق مناخ موائم للسلام. هناك جهود شعبية تجري في هذا الإطار خارج الحكومات، وتحاول أن تمنح مثلا على سبيل المثال القضية الفلسطينية، هناك مساعي شعبية تتجاوز إرادة الحكومات ربما تسفر عن النتيجة. الأمر الرابع، أنه يرى أنه لابد أن يقلع الأمريكيين عن التفكير في التدخل العسكري باعتباره هو الحل الأمثل في التعامل مع مشاكل الشرق الأوسط. وبرضه مرة تانية بيقول أنه التعليم هو الوسيلة التي يمكن من خلالها الولايات المتحدة أن تؤثر في شعوب المنطقة. نعم. صحيفة نيويورك تايمز، أبو أنس الليبي أمام محكمة أمريكية بمنهاتن. القضية دي أثارت جدل كبير، القبض على أبو أنس الليبي في ليبيا بعملية أمريكية، ويمكن ده كان رد عليه بعد كده محاولة اختطاف رئيس الوزراء الليبي في رد على هذه العملية. أبو أنس الليبي المدان في تفجيرات القاعدة عام 98 لسفارتي أمريكا بكينيا وتنزانيا، واللي أسفرت عن مقتل 224 شخص أمام محكمة أمريكية بمنهاتن في دعوى الاستئناف التي قدمها. رؤية المجتمع الغربي أو الصحف الغربية لهذه القضية إيه؟ قضية أبو أنس الليبي، هل هم شايفين أنه في منطق وراء أنه عملية زي دي تتنفذ في ليبيا بأيدي أمريكية بالاتفاق مع أكيد الحكومة الليبية، ورغم أنه ده يهدم حقوق الإنسان وأي قانون يعني يتطبق في أي دولة في العالم؟ دي طبعا واحدة من التناقضات في المجتمعات الغربية، انه دائما بيقبلوا بتفصيل يعني الاجراءات على حسب المقاس الغربي. لا نجد ادانة او شجب لمثل هذه التصرفات، رغم انها ستؤدي حتما الى يعني مواجهات اكبر في المجتمع الليبي نفسه. يعني
الليبي أصبح بسبب هذه القضية هناك خطر شديد على الدولة في ليبيا، هناك جماعات القاعدة، أمريكا دخلت وعملت العملية وخرجت وتركت الليبيين لمواجهات فيما بينهم. يعني الحكومة الليبية الآن رئيس الوزراء تم اختطافه من وراء هذه القصة، وأصبحت القاعدة الآن تمثل خطر شديد في طرابلس وبنغازي وغيرها. التفاصيل هنا المتوافر الآن عن أبو أنس الليبي أنه رفض التحدث إلى المحققين، هناك فريق خاص قام لمدة أسبوع باستجوابه على سفينة أمريكية في عرض البحر المتوسط، وعندما لم يتحدث إلى رفض الكلام بتاتا قاموا بنقله إلى نيويورك لأنه يعاني من فيروس سي ويدخل في نوبات إغماء، فتم نقله لرعاية صحية كاملة في منهاتن، ومثل أمام المحكمة بالأمس، والمحققون لم يحصلوا حتى الآن على معلومات منه. هو كان مطلوبا والولايات المتحدة وضعت $5 مليون للقبض عليه باتهامه في أحداث السفارات الأمريكية في أفريقيا، لكن حتى هذه اللحظة مجرد المسؤول أمام المحكمة في نيويورك هو من ضمن إجراءات كثيرة. تعلمي أنه منهاتن أصبح في هناك محكمة في منهاتن، أنا كنت في نيويورك فترة، في هناك محكمة شهيرة التي شهدت عمر عبد الرحمن وشخصيات شهدت كثيرة، محاكمات مهمة. الولايات المتحدة تحولت من المحاكمات العسكرية في قواعد عسكرية وخلافه إلى محاكم مدنية داخل الأراضي الأمريكية. حالة أبو أنس الليبي هي الحالة الأخيرة في هذا الإطار. نعم. فوكس نيوز، القاعدة في سوريا تهدد 300 جندي أمريكي على الحدود التركية. بدأت المخاوف على أرواح الجنود الأمريكيين، والاتهامات كالعادة للقاعدة في سوريا هذه المرة، والحدود هي الحدود التركية. هل شايف أنه ده بعد آخر لقضية أو تطورات الأحداث في سوريا لكن من زاوية أمريكية؟ طبعا بالقاطع أن وجود عناصر القاعدة في شمال سوريا وبالتالي جنوب تركيا أصبحت تهدد بشكل واضح إمكانية أنه التوصل إلى حل في المستقبل للأزمة السورية، لأنه القاعدة أصبحت الآن بتبني لنفسها في شمال سوريا نوع من أنواع الدولة الصغيرة التي تأمل من خلالها أن تبني دولة خلافة. أولا المشكلة في الوضع الحالي أنه حتى أن التقرير بيقول أنه الجيش التركي نفسه لا يستطيع أن يدخل في مواجهة مع هذه العناصر بسبب الطبيعة الجغرافية ولأسباب كثيرة، أنه غير مؤهل لهذه العمليات. القاعدة أصبحت الآن بسبب أنه تدفق اللاجئين أو تدفق عناصر القاعدة من العراق إلى تركيا ثم دخولهم سوريا أصبحوا اليوم في يهددون بشكل مباشر الدولة التركية نفسها. هناك أيضا تطور آخر اليوم بيعكس طبيعة أنه الاحتدام الصراع في سوريا، أنه القيادة مجموعة من العناصر المتشددة في التي أحد قوائم المعارضة ضد نظام الأسد أعلنت اليوم عن تشكيل قيادة جنوبية في داخل سوريا نفسها لمواجهة النظام والخروج على الائتلاف السوري المعارض باعتباره أنه لا يمثل الإسلام ولا يمثل المعارضة التي يبغونها من إعلاء كلمة الدين وخلافه. في البيان بتاعهم أن هم مش متفقين مع المعارضة العلمانية أو المدنية ضد نظام الأسد، فإحنا قصاد حالة من التمزق في سوريا وبيقابلها طبعا في مكاسب على الأرض كبيرة للنظام السوري نفسه. نعم. فكرة العلاقات مع إيران والمستقبل هذه العلاقات ما زالت أيضا مادة فيها جديد. سياتل تايمز بتقدم تقرير عرض إيراني في بداية المحادثات في جنيف. بعض التفاصيل بتقول أنه قدمت طهران الثلاثاء اقتراحا وصفته بأنه انفراجا للقوى الكبرى لحل الخلاف القائم حول برنامجها النووي، طالبة عدم الكشف عن مضمونه، وأجرت محادثات نادرة مع مسؤولين أمريكيين، وأكد الجانبان على الجو الإيجابي الذي ساد المفاوضات التي استؤنفت تحت إدارة الرئيس حسن روحاني الذي خلف الرئيس المحافظ محمود أحمدي نجاد. يعني سقف التوقعات الإيجابية ارتفع كثيرا مع مجيء حكومة حسن روحاني، هل ينسحب ذلك أيضا على الملف النووي الإيراني، الملف المشكلة دائما في العلاقات
الأمريكية الإيرانية؟ ويمكن تتصور؟ يمكن قبل قليل وكالة أنباء الأسوشيتد بريس كشفت عن مضمون ما طرحته الوفد الإيراني في جنيف. الوفد الإيراني طرح أنه إيران يمكن أن تقلل من نسب التخصيب اليورانيوم، وتاني حاجة تضع حدا للمفاعلات النووية التي سيتم بناها، سيتم الحد من قدراتها تحت إشراف دولي. الأمر الثالث أنه إيران مستعدة لمناقشة المشروع النووي بشكل موسع، ووجود مراقبين دوليين ووجود أطراف منظمات دولية تقوم بعملية تفتيش دورية في إطار في حالة الاعتراف بأن إيران في حاجة إلى مشروع نووي. هذه التطورات تطورات سريعة وإيجابية جدا، والأجواء كلها في جنيف بتشير إلى أنه إيران في بتقدم كل ما لديها اليوم من أجل أن تصل إلى مستوى رفع سريع للعقوبات الاقتصادية، وبالتالي تطوير العلاقات مع الغرب بما سيمثل يعني طفرة كبيرة وتحول كبير جدا في منطقة الشرق الأوسط في الفترة القادمة. يعني بأكملها، لأنه دائما إيران كانت محرك أساسي أنا ورئيسي سوف نشهد في ملفات تغير كتير. كبير جدا في التحالفات، وستكون العلاقة بين سيظهر محور جديد بين أمريكا وإيران. نعم. صحيفة بوليتيكو عنوانها: أمريكا تتجاوز السعودية لتصبح أكبر منتج للوقود السائل في العالم. إيه مؤشرات هذا الخبر في رأيك؟ الخبر يحمل أهمية كبيرة للولايات المتحدة مقارنة مع المملكة العربية السعودية أكبر منتج في العالم. أمريكا وصلت لأكثر من 12 مليون برميل يوميا. هذا المعدل بيضع الولايات المتحدة في مستوى يفوق السعودية، وسيمثل أهمية كبيرة للولايات المتحدة تتجه إلى الاعتماد الكلي على الداخل الأمريكي في إنتاج النفط والغاز الطبيعي، وبالتالي سوف تحدث تحولات كبيرة في العلاقات الدولية من وراء هذه التحول الأمريكي نتيجة عمليات التنقيب التي استمرت على مدى الأعوام الماضية بشكل كبير جدا، شكل أذهل المنتجين الكبار في العالم، وبيؤكد على فكرة الولايات المتحدة تتجه إلى الاعتماد الذاتي على نفسها، وبالتالي إمكانية أن تكون هذا الاعتماد الذاتي مقدمة للانسحاب من مناطق حيوية في العالم زي الشرق الأوسط، والتركيز على العلاقات التجارية مع آسيا، وتحرير القرار الأمريكي من فقط الاعتماد على دول الخليج أو غيره في البترول، والضغط على دول زي الصين والهند وغيره اللي بيعتمدوا على بترول الشرق الأوسط من أجل تحقيق أهدافها، لأنها موجودة هناك لحماية النقلات البترول وليس فقط للحصول على البترول. نعم. آخر خبر معانا من صحيفة نيوز كوزموس: اليونان تدرس حظر تمويل حزب نازي يملك 18 مقعد في البرلمان. إيه أهمية هذا الخبر في رأيك؟ يعني هناك موجة كبيرة في دول غرب أوروبا بسبب استمرار تدفق المهاجرين من شمال أفريقيا ومن القارة الأفريقية على الدول الأوروبية خصوصا اليونان وإيطاليا. هذا بتنمو موجة جديدة من الأحزاب اليمينية المتطرفة. اليوم في تغطية كبيرة في الصحافة الغربية الصحف البريطانية لخطر تنامي الأحزاب اليمين في فرنسا وفي هولندا. هذا الخبر، هذا الحزب النازي لديه 18 مقعد في البرلمان اليوناني، وبيتجه إلى البرلمان بعد القبض على مجموعة من قياداته قبل أيام إلى حظر التمويل وحظر تقديم مساعدات حكومية للأحزاب المتطرفة. يعني أعتقد أن احنا غطينا معظم القضايا، ومعظمها بيدور حول المشهد المصري، سواء ليه علاقة بالانتخابات القادمة أو المساعدات الأمريكية، وأيضا أكيد دول الربيع العربي أو الدول اللي لسه ما اكتملتش الصورة فيها بشكل واضح. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ عزت إبراهيم، كاتب الصحفي بالأهرام وخبير العلاقات الدولية. وبكده مشاهدينا نكون وصلنا لنهاية بث مباشر اليوم، وهنكون معاكم كل يوم إن شاء الله، وغدا نلتقيكم في 12:00 ظهرا بتوقيت القاهرة مع بث مباشر جديد. إلى اللقاء.